بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد من فيديوهات القناه ديالنا سولو اس في تي. اليوم غادي نصحو امتحان ولوج كليه الطب والصيدله ديال الدوره 2021. في هذا الفيديو غادي نصحو لا كيستيون 1. نبداو على بركه الله. دونك غادي نحاولوا نديروا كل فيديو نديروا فيه سؤال ونشرحوا الاختيار اللي صحيح وعلاش هذاك الاختيار صحيح وعلاش هذاك الاختيارات غالطين، هكا باش يكونوا الفيديوهات قصار وهكا باش تستافدوا اكثر. الوغ الكيستيون 1، لي برودوي دو لا غليكوليز سون، يعني المنتوجات ديال انحلال الجليكوز على مستوى الجبيله الشفافه، منتوجات يعني لا غليكوليز او نيفو ديال البلازم. كيسكي البرودوي؟ دونك البرودوي اي تي بي، وي كتنتج لينا 4 ديال الاي تي بي وكتستهلك 2، دونك كيبقاو لينا 2، دونك كتنتج اي تي بي. كتنتج لينا كذلك الان ان دي اش اش بلس، وكتنتج لينا لو بيروفات ولا لاسيد بيروفيك. علاش لا غليكوليز؟ كيبدا من واحد لا موليكيل ديال الجليكوز سي 6 اش 12 او 6، كيوقع لا غليكوليز كيعطينا 2 اسيد بيروفيك. علاش؟ ان هاد الاسيد بيروفيك 2 جزيئات، كل وحده فيها 3 ديال الكربون. جزيئه واحده ديال الجليكوز فيها 6، كتنقسم ل 2 جزيئه ديال الاسيد بيروفيك فيهم 3 مع الانتاج ديال ان ا دي اش اش بلس اللي هما نواقل هيدروجينيه، ومع الانتاج ديال الاي تي بي اللي هو واحد جزيئه طاقيه. اذا الاختيار ا دونك ممكن نعتبره انه هو الصحيح، ولكن علاش الاختيارات الاخرين غيكونوا غالطين؟ دونك بي كيقول لنا بانه كتنتج ا تي بي، وي كتنتج ا تي بي، دونك نفس الشيء كاين هنا. كتنتج لاسيد بيروفات؟ وي كتنتج لاسيد بيروفات وبيان لو بيروفات وي، ولكن لو ديوكسيد دو كربون او لو سي او 2، هاد لو سي او 2 ما كيتنتجش في لاغليكوليز نهائيا. علاش؟ لان الجليكوز عنده 6 H2O6 كيعطينا جوج اسيد بيروفات اللي عندهم 3 الكربون 3 الكربون، وهادو كانوا فيها 6 الكربون. دونك هاد ديوكسيد دو كربون الا خرج لو سي او 2 خاص ما يكونش عندي جوج اسيد بيروفات، مفهوم؟ وبالتالي هنايا هاد الاختيار بي غلط. علاش؟ لانه في مرحله الجليكوليز il n'y a pas de production de dioxyde de carbone. La même chose ici pour le, la question ou bien la proposition C. Mais on peut choisir ça, علاش؟ لانها كيهضروا فيها على لو سي او 2، alors que au niveau de la glycolyse il n'y a pas de production de CO2. وهنا كذلك ناقص الاي تي بي، ناقص الاي تي بي هنا ناقص، يعني لو ان ا دي اش في بي ناقص لو ان ا دي اش، دونك غلط. وزايدين الديوكسيد دو كربون، دونك غلط. سي غلط. علاش؟ لانه دايرين لو ديوكسيد دو كربون كوم برودوي وما كيكونش هو كوم برودوي، ما كيكونش نهائيا الانتاج ديال السي او 2. كذلك ناقص هنا الاي تي بي. بالدي بالنسبه للدي كيهضروا لنا على لو ديوكسيد دو كربون، مفهوم؟ لا ديوكسيد دو كربون ولا بيان لو ديوكسيد دو كربون ما كيكونش في لا غليكوليز. لاسيتيلكو انزيم ا اللي هو ناتج عن ماذا؟ عن لا ترانسفورماسيون ديال لاسيد بيروفات. الوغ لاسيد بيروفات غيتحول لاسيتيلكو انزيم ا وغيحرر لينا لو ديوكسيد دو كربون، ولكن هادو بجوج دونك هادو لاسيد البيروفات كيتحول لاسيتيلكو انزيم ا، يعني ما خاصش يكون بيروفات. زائد انه الا كان عندنا لاسيتيلكو انزيم ا ولو ديوكسيد دو كربون، هادي ماشي هي المرحله ديال لا برودكسيون دو غليكوز. لا تي بي وي بالنسبه لاو، لاسيتيل دو كليكو لاسيتيل كو انزيم ا دونك غلط، والبيروفات صحيح. دونك هنايا هادي غنحيدوها حيت داير فيها اسيتيل كو انزيم ا، هادي غنحيدوها حيت دايرين فيها اسيتيل كو انزيم ا والديوكسيد دو كربون، هادي سي غنحيدوها حيت فيها الديوكسيد دو كربون، وبي كذلك غادي نحيدوها حيت فيها لو ديوكسيد دو كربون. وبالتالي الاختيار اللي كيبقى صحيح هو الاختيار ا، والاختيار ا هو الاختيار الصحيح. اذا حد لهنا غادي نساليو هذا الفيديو، نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.